السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ إبراهيم يعني يسول سركرا نوم تذكر نقول لك الإنسان درك دي الصلة، ربما والله أعلم تحتاج كالأديوات ولا كرا الدروس من أجل تريط الأجر الأمة، الأجر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير كفاعله، ويقول صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من دعاه دون أن ينقص من أجورهم شيئا. وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله يقول بركة الرجل في تعليمه الخير في تعليمه الخير ونصحه للناس، بركة الرجل في تعليمه الخير ونصحه للناس. قلت لي ابن القيم الجوزية رحمه الله إنك البركة نرجز ما خلا، قلت لي المادة ولا الفلوس ولا الشعر ولا انظام ولا حواش ولا ضرب الكلام ولا يسنو غدا يسال ولا لا، البركة نرجز لا تعليم الخير الأمة، في تعليمه الخير ونصحه للناس أي تنصح مدن. يود الآية ابن القيم رحمه الله ليس سوى في عيسى عليه الصلاة والسلام وجعلني مباركا أينما كنت. البركة يتما أرتحل درجاز غير غيكوز، وهو الإنسان اللي يتعلم من الخير دوا فولكي اللي را يخفنس يريت إتروانس، لأنه الحديث جا فيه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير من الخير. كذلك أيضا أريتيليسول ابن القيم رحمه الله بعد المقولة نس بعد الحكم نس أريتني كذلك أن الإنسان اللي يطرف عن الشأن يرفع جيو السنة الرسول صلى الله عليه وسلم أرسسي يقرأ ابن أرتسكار إنك هن إلا درس النصيب القول ربي سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك. ممكن لي سيدنا ربي الرسول صلى الله عليه وسلم، فربي نيس الرسول صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك. كذلك إن كل ما يقرن إم بنس وفولكي أتي ربي سبحانه وتعالى أي ترفع الذكر نس إنك وانا يتعرض السنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أريسك الاستهزاء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا السخرية ولا التهكم ولا التنقص ولا الطعن ولا الغمز ولا الهمز إنك أرسلكم يعني النصيب القول الله سبحانه وتعالى إن شانئك هو الأبتر. لذلك إخواني في الله عز وجل يجب أن تصان أو أن يصان جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجناب سنته. لكن يعني قمت لك عدي سوال غيال الأوديو عدي سوالي وجه الخطاب نسيان يعني وحبيب نسي صودس الأوديوات يرد وسط الكلام ما عندوش العلاقة وما عندوش الصلة بالموضوع. أراك التيني هذه غنرى أنت بع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وخاتم تينت هي المفهوم يغني، ولكن ماشي هو هذاك، لأن الرجزة دوري تفرق الأمور اللي قانين تين الدين الأمور اللي قانين تين الدنيا. إنك يخترم أن تبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يخسر غنرى الحجة نسادو أسنوس نسادو يا أرعام نجيو غدو الشجر نمغد نمر نمغد كذا نمغد كذا أو نتيدو اختيارات ولا البورتابل ولا، يعني هذا الكلام لا يقول به عاقل فضلا عن عالم. فأخي الكريم نصيحتي لك، ولك واسع النظر فيما تقول، ولكن نصيحتي لك ألا تعارض النصيحة. فرب سبحانه وتعالى يقول في حق أناس دعاهم أنبياؤهم ورسلهم إلى الحق فأبوا وقال لهم الله سبحانه وتعالى أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم هاتي ورسقي بزز باش استغل الإنسان سمك النكيرة، لا، ربي ليس الرسول صلى الله عليه وسلم فذكر إن ما أنت عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بجبار، صافي. يعني الإنسان كي يختو يعجب الحق ولو تدعج بالسنة أو يتعرض، هذه نصيحتي لك أخي الكريم. أما بخصوص إغمراء أن تبع الرسول يخسر نتساد اختيارة بمعنى يخسر نعطل الحج، هذا هو المفهوم الكي،
ما المانع يعني كنا نسدو اختيارا ولا نسدو غيرنا كيلان؟ القضية الوسائل دولا في اللسنتي سوال الشرع، يعني سوال الشرع في تطبيق سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وتطبيق الشريعة. أما بخصوص الطيارة هذه شارس القرآن الكريم باش تفهم المسألة، زيد المعلومات تضيف استلقائيا المعلومات لك. من يغسس إشارة ربي سبحانه وتعالى، وهذا من استنباطات المفسرين اللي تدققني النظر المعاني لكلام الله سبحانه وتعالى، باش أخي الكريم ما تستند بأن القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذا تقامنا بدنا تشرح لتفسرنا اليوم القيامة ولتكمل المعاني للقرآن الكريم. يشر ربي سبحانه وتعالى كل غير اللي ظلت إلا غير الحياة الدنيا وما سيحدث فيما بعد. إشارة ربي سبحانه وتعالى في قوله ويخلق ما لا تعلمون، من بعد ما يذكر ربي سبحانه وتعالى المراكب الوسائل الركوب والحياة من الرسول صلى الله عليه وسلم والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة. إنك ربي والخيل إيسان، البغال سردان، والحمير إغيال، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ثم من بعد إنك ربي ويخلق ما لا تعلمون، يخلق ما لا تعلمون سيني الفعل المضارع تديوش كان الآية يخلق ما لا يعلمون. إنك ربي سبحانه وتعالى من بعد ما يذكر إغيالنا اللي سنيت ولا يرعمنا اللي سنيت ولا يسردنا اللي سنيت الحياتنا الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ما تنذكر إنك ربي ويخلق ما لا تعلمون أتي رسول الخلق إنك المسائل اللي ورسلم الخطاب يوجهت الرسول الصحابة استزوري الحال بلا ورب العزة والجلال أريتيني ربي ويخلق ما لا تعلمون. الرسول خلق كر المسائل كر الوسائل وتنتي تسن ما تنتي كان إيجا هو اللي قسم الطيارة اللي فات سوالت، إيجا قسم الميراج، إيجا قسم الباخرة، إيجا قسم الصواريخ، تلاقي التكنولوجيا عموما. سنت يا اي لي سول رسولي لي اللي رسول صنع امريكان والمانيا والشينوا والصين وغيرها كل غايتي خضع الايات ويخلق ما لا تعلمون. قضيه الوسائل الحياه اخي الكريم مباحه ومتاحه، يخلق خنت ربي سبحانه وتعالى يخلق انت الكفار لا تساوي شيء، انما هي وسائل وحنا ما عندناش الهدف في وسيله، ان غايه كيف نصل الى الغايه، ما منكر ان الكمس يعني الغايه اللي هي تحقيق العبوديه وتحقيق العباده لله سبحانه وتعالى. ما سين ربي سبحانه وتعالى المسائل الطيبه اللي خلق ربي سبحانه وتعالى يقول قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه. يخلق ربي سبحانه وتعالى المسائل دي للمسلمين والكفار، ولكن مؤمنيا أو لا يستعمل المسائل فلا مانع. أما قضية الأمور الدنيا لا تنبهر بها أخي الكريم لا تساوي شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم اللي يهاجر مكة المدينة يفنيت المدينة ربما لأول مرة كيرت سفلت المعلومات، يفن أيت المدينة أسكر تأبير النخل، ميغان تأبير النخل تلقى حن أينيو أشو كل ما إلا نخلق قصر بيت ذكر الأنثى أرتيدون سدار أفروخ تينيوت شجرات النخيل الذكر قستسينيا طلع غفلة أرتيد تقرخ تينيوت أرتيد تلقحن زون دادا السبيبن. الناس الرسول صلى الله عليه وسلم تسكر من الناس باش تروا مزيان باش كذا، الناس الرسول الله عليكم أن تفعلوا غير جات مينا خان تبع الرسول صلى الله عليه وسلم. علاش؟ لان الصحابه ودرس نتني الجدالان ولا كذا، لا لا ان اسم الرسول خايتمين خانس فتوكلوا على الله يشكي العام والو وسكرني ورسكرنا تيني تمر وسكرني قين والو اسقصتنا الرسول صلى الله عليه وسلم خلاو راسك انا سودي اسين كاتينا نسكر تأبير النخل ويملى اخت الناس غير خايتمين هاتي ربي رايسكر الحكم نخايس ما دسنا قمينا الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد. الناس أنتم أعلم بأمور دنياكم، كني نيس الأمور الدنيا تنون الدنيا ترسوي والو ولا المسائلات، ولكن نصيحة لك وإياك أخي الكريم أن تكون معارضا للحق، فإن الحق أبلج والباطل اللجلج الحق تريتيدو
ولكن دائما نكتي الدرار لأقوال ابن القيم الجوزية رحمه الله. يقول: هل يجتمع العلم والتصديق الجازم ويتأخر العمل؟ وتقول شكنا يجيسي النوع المعارضة، النوع الاستهزاء، النوع السخرية، يغد بلاد ما تيسنيسا وليسنك. لا أخي الكريم، لا، سنة الرسول رستي زويت، لا كذلك رستي زويت شغل كينا، ولكن باش تغويت شعبان شكنت رمضان، تغويت الوسائل الدنيا شكنت تخسين الدين، لا. وهو يا أخي الكريم وصمح خرى النصيحة يد وخات حرة، ولكن اصدر خديني ربما يختأملت غل الكلمات مزيان يركسسين في عربي سبحانه وتعالى. سامحت أخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.